في الجمارك اختلاسات وتمرد على قرارات الوزير، القصة الكاملة مع الزميل رياض أبيسي الذي ينضم إلينا في الاستوديو. مساء الخير رياض. مساء النور. شو تفاصيل سؤالا هذا؟ هذه جملة بنقولها سؤالا، يعني إذا في فعلا في اختلاسات وتمرد على السؤال. أنا بقولها مثل ما بدي. خلينا نقول إنه هو في مواقع إلكترونية نشرت أخبار وتنقلت أكثر مواقع، خلينا يعني نشوفهم ورا بعض. الفيديو رقم واحد، فيديو رقم اثنين، عم تحكي عن انه في اختفاء لشوالات من المبالغ المدفوعة كاش على صندوق الجمارك بمرفق بيروت، وبانه في الموظفة اللي هي رئيس دائرة المحاسبة يعني ما عم ترفض من انه بقى تستقبل كاش اكتر من 100 مليون على كل بيان جمركي او على كل ارسالية، وعم بيعتبروا انه هذا الشيء مخالفة لقرار الوزير يلي قال انه بيقدروا يستقبلوا لحد 3 مليار كاش على الصندوق عن كل بيان جمركي. هلا انا بدي بلش من الاخر لاقول انه المشكل هو انه رئيس دائره المحاسبه هون طبقت القانون بانه ما تستقبل اكثر من 100 مليون، وراح اقول ليش. بالفيديو الثالث اللي بنشوفه رامز لما كان الدولار على 1005 الدولار الجمركي، لانه حتى بعد ما طلع الدولار الجمركي على 1005 كان انت المصاري اللي بتندفع كاش على الصندوق ببور بيروت تبلغ تقريبا بالنهار مليار، اوكي؟ وهذا كان بالمناسبه ايضا منه شيء صحي لانه بيساعد على عمليه تبييض الاموال وبيساعد الشركات الوهميه على انها تتهرب من الملاحقه، بس بمعزل عن هذا الشيء كان الرقم مليار، مليار رقم بينعد، اوكي؟ في اربع امنا صندوق يعني بيعدوا المليار. اللي صار بانه المبلغ مثل ما نشوف هون تضخم من مليار ل 200 مليار بالنهار، هذا بيعني من انه اذا ما نحسب انه في اربع امنا صندوق كل امين صندوق بيقدر يعد بالنهار، اذا كل مليار بده 45 دقيقه لتعدها، هذا بيعني انه الاربع امنا صندوق بيقدر يعدوا 24 مليار. طب بقيه المبلغ مين بيعده؟ مين بيعده لبقيه المبلغ؟ ما حدا بيعده. هون بيقروا. فاللي عملوه هلا بنشوف الفيديو اللي بعده، عملوا تسويه امنا الصندوق بالجمارك انه انت كمخلص جمركي وريفر تيجي بتدفع له المصاري، ما بيعدوا المصاري هني لانه ما بيلحقوا ياخذوها سر تعرف، فبيبعتوها على مصرف لبنان. أوكي. بعد ما مصرف لبنان يرد ويقول لهم انه ناقص المبلغ بيرجعوا يروحوا بيسددوه بمنطق شيء اسمه حساب الزمام. قال شو بيعملوا؟ بيدقوا للمخلصين الجمركيين بيقولوا لهم انت مكسور عليك هالقد. طبعا هذا بالقانون كلام ما له اي معنى، لانه انت لما تكون كمخلص جمرك رحت دفعت اللي عليك مصاري بتاخذ ايصال، فمجرد ما تاخذ ايصال انت منك بعدين اذا بيقول لك ناقص المبلغ هو منه مجبور يرد لك شيء. طبعا هذا الشيء رجع صار، فهو ما في اختلاس لانه كل المصاري يلي تبين انه ناقصه رجعت انردت، اوكي؟ يعني موجوده ما في اختلاس. بس المشكل وين؟ المشكل انك انت عم تفتح باب للاختلاس، انت هون عم تفتح باب للاختلاس مش بس عند المحتسب يعني عند امين الصندوق. هلا رح نعدد مين هن الاشخاص اللي بيقدروا يختلسوا اموال من الدوله بهالطريقه اللي موجوده، بس قبل خلينا نشوف يعني هو شو القرار اللي يعني نشوف قرار الجمرك ونرجع نشوف وراء قرار وزير الماليه. الاساس هون شوف يعني الفيديو رقم 6 و5 و6 لو سمحتوا نشوفهم ورا بعض. هون بنشوف كيف انه مدير الجمارك قال فيكم تحصلوا كاش لحد المليار ليره، بينما وزير المال قال فيكم تحصلوا كاش على مرفق بيروت لحد 3 مليار عن كل بيان عم نحكي. هذا بيعني شيء مستحيل تقنيا، يعني انت اذا بدك تيجي تعتبر انه انت بدل ما نشوف بانه الصندوق عم بيصير يستوعب 200 مليار بالنهار، فكل مليار بده 45 دقيقه لتعده، انت جرب روح صرف 1000 دولار عند صراف قديش بده ياخذ وقت؟ بدك تاخذ وقت لتعده، بدك تاخذ وقت. فاذا بالتالي هني كيف وزير المال هلا طبعا هني بي يعني الامانه الرئيسيه بالجمارك عملوا تحقيق وشالوا الامن الصندوق الموجودين مركزهم نقلون على مراكز تانية، وفي حكي انه الكاميرات مصوره اشياء، هذا بينترك للقضاء برايي. بس النقاش الاساسي عندي انا كيف وزير المال او تحديدا مستشاره السيد وسيم وهبي يعني لاي صف واصل بالمدرسه بالحساب لطالع معه انه بيقدروا الجمارك يستوفوا بيانات بقيمه 3 مليار على الصندوق؟ يعني هو ما تفكر لما كانوا عم بيشوفوا هاي تقارير اكيد بتوصلهم كانت يوميا انه انا عم يوصل عندي انه بصندوق الجمارك على المرفق عم بيقبضوا بالنهار 200 مليار كاش وفي اربع موظفين، كيف فين يعدون؟ طيب السؤال بديل، معاملته اكثر كيف يدفع؟
بالبنك مصرف لبنان ما هو بقرار الوزير اللي حطيناه بيقول لك كل شيء فوق 3 مليار في روح يدفعون. هذا ما اخطر ما في قرار الوزير المال بالمناسبه اللي بيقول فيه انه حتى بمصرف لبنان اي نقص ببين لاحقا انه حتى بمصرف لبنان ما حفيهم يعدوا المبنى. هيك عم نحكي بكتله ناديه كتير كبيره ما حفيهم يعدون دغري. اي نقص ببين بعدين على يلزم اللي صاحب على المعامل المكلف. لا بس ما هذا حساب الزمن مش هيك الامور. ما صار فيه هون تعاميم للوزير مخالفه للقانون نفسه. انت هون بس ريت نشوف الفيديو رقم 7 لو سمحت. نشوف بس بالعملية اللي بيصير فيها الدفع كمية الاشخاص يلي بيقدروا يختلسوا مال من الدولة نتيجة هذا الامر. نشوفها سويا. لاحظ رح تصير برمي طويلة على الدار. تروح على الصراف بالاول هو اللي ممكن يكون منقص من المبلغ. بعدين الشخص اللي عم ينقل المصاري للمستخدم. بعدين المستخدم. بعدين امين الصندوق. بعدين هيدي اجمل مقطع فكرة. في شيء اسمه الامين المستودع. الامين الصندوق الرئيسي. هذا مفروض هو بتخيل موظف واحد كل يوم يعد 200 مليار. وكانوا متوقعين هذا الشيء. هذا يطرح علامات استفهام لا حصر لها. تخيل نحن وين كنا وين صرنا. نحن كنا مفروض نكون بدولة عم بلش تأسس لشيء اسمه الدفع الإلكتروني لمحاربة تبييض الأموال ولمحاربة الشركات الوهمية. بس هلأ كاش إيكونومي صار كله. هلأ تسامحينهم يدفعوا ليلموا ليضبوا الكاش اللي بالسوق كانوا. سامحينهم يدفعوا على الصندوق بقيمة تصل إلى 200 مليار يومياً. هذا كيف بيكون يعني أنا عن جد عندي سؤال. كيف بيكون مستشار لوزير المال وبيعطي استشارة بهيك أمر أنه أنت طلع قرار أنه كل مبلغ تحت 3 مليار بيندفع على صندوق الجمارك. هذا مفروض من النواب الموجودين مجلس النواب يبعثوا وراه على جلسة مساءلة داخل مجلس النواب هو وزير المال لسؤاله كيف أنت كنت عم تساعد أو عم تسهل عمليات تبييض أموال والتغطية على الشركات الوهمية من خلال هذا الموضوع. والأمر ما بيقتصر على موظف هون أو موظف هونيك مجددا. بس هو بس سؤال رياض باختصار. تبييض أموال كيف؟ هو عم يدفع المعاملة مكاش مكاش ما بيدفع. بس ما بده يدفع ما عم تقدر منه تريسبل. إذا أنت عم تحكي بالشركات الوهمية ما بيعود في تريسبل مين عم يدفع تقدر تلحق مين عم ما بتقدر تلحق مين عم يدفع عن مين. ما هو أساسا من الأساس حتى لما بده يكون الدفع إلكتروني مفروض هن يحطوا شرط إنه اللي بده يدفع هو المستورد مش الترانزيت. سؤال أخير. هذا نقاش طويل. هني أصلا بالمناسبة يعني سؤال أخير بس اللي عم يسمع هلا انه الدوله يعني في يطلع لك انه خلص يدفعوا بالدولار. كمان الدولار الدوله لا تستطيع ان تتقاضى بالدولار. لا هن مفروض يعملوا انه يا اما انت بدك تروح. هن ليش ما بيروحوا على المصارف؟ لانه المصارف بتاخذ حصه من المصارف. لا شو بسموها السبعمية او شيء عموله. او انه روح حطها بمصرف لبنان وبيعتبروا انه هذا الشيء بياخذ كثير منهم وقت. طبعا بدون ما نحكي على انه هو في تسعيره موجوده بالجمارك انه على كل مليار 100 دولار. هيدي من ضمن كيف انه الصباح الخير حقه 30 دولار الكذا 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 استباحه يعني. ايه 100%. فاذا بده يا ريت يشرح لنا مستشار وزير المال لانه في العالم عم جربوا يحطوه موظف هون موظف هونيك. مستشار وزير المال كيف حسبها هو كيف طلع معه انه اربع موظفين بيقدر يعدوا 200 مليار الا اذا هو عامل عن هيك عمد لانه لديه اصدقاء بدهم هذا الامر يستمر.